يعني لو ما كان في عندي توقع يمكن ما شاركت دفعت المبلغ أو الرسوم، بس بصراحة اللي شفته أكثر من توقعي. يعني كان توقعي مجرد كورس مكان برايفت أتعلم فيه شوي وأخذ فيه ساعات معتمدة، لكن اللي شفته واللي تعلمته وكأني داخل برنامج حكومي ويوفر لي جميع الخدمات بصراحة بدون مبالغة. يعني أنا تعلمت بشكل سريري وبشكل نظري من الدورة هذه، استفدت كثير. طبعا أنا من أهلي كأختي وكزوجة أخوي وصهري دكاترة أسنان، فإذا هذول أنا نصحهم أنه يسجلوا في الكورسات القادمة، كورس الإندو ولا غيره، فأكيد أنصح الثانيين. إذا أنصح أهلي فأنا أكيد أنصح الثانيين، لأنه لا يفوتهم يعني كفائدة وكعلم وكشهادة. يعني أنا ما أبغى بالغ في المديح، ولكن اللي شفته دقة في المواعيد، التزام ووصول المواد أو الماتيريالز اللي نحتاجها، ما كان في يعني الحمد لله أي خطأ أو أي موقف محرج أو شيء سبب متاعب أبداً، الحمد لله كل شيء منظم ومرتب. والأوتيلات أو الـ يعني الأماكن اللي تعلمنا فيها كانت مجهزة بأفضل التقنيات بدون مبالغة. definitely أكيد أكيد في المستقبل القريب، يعني أنا حالياً مخلص يدوب كورس، أنت أرتاح لي شوي وأشوف لي كورس يناسبني سواء إندو أو كوزماتيك، بس أكيد لأني تعلمت واستفدت والفلوس اللي حطيتها كانت في مكانها، ولو إنها كانت أغلى بشوي أكيد راح أشترك، لأني أنا المستفيد يعني في الأخير.